في البداية خالص تعزينا لكل الضحايا اللي توفوا في حادث الدفاع الجوي. طبعا بنعزي أنفسنا وبنعزي أسر الضحايا وجمهور الزمالك وجمهور مصر في شهدائنا شهداء الدفاع الجوي، وطبعا نتغمدهم ربنا سبحانه وتعالى برحمته وإن شاء الله بإذن الله في الجنة بإذن الله. إيه اللي حصل؟ اللي حصل اللي الناس كلها يعني إحنا اتكلمنا فيه كلهم من بداية، إحنا ما كنا موجودين في فندق ورحنا، طبعا العربية وقفت حوالي ساعة وتلت، جمهور الزمالك جمهور وقف قدام العربية ما تتحركوش، احنا في اشتباكات عايزين نخش، في بعض منهم كان عايز ياخد تذاكر واحنا معناش، فما يعني قلت للسواق ان انت وقف ما تتحركش يعني لغاية لما نشوف القصة ايه، لان كان عدد كبير جدا واحنا مش عايزين حد فيهم يجرى له اي حاجة. بعد ساعة ونص او ساعة ساعة و 25 دقيقة تقريبا جت عربيات مدرعة، في بعض قنابل الغاز اترمت، كان عندنا مشكلة احنا في الاوتوبيس في الباص، الباب اللي ورا ما فتحش فالغاز دخل جوه عند اللعيبة، فمعظمهم تقريبا كلنا نزلنا في الشارع جرينا لان في حصل بعض المقايات وبعض الامور يعني بالنسبه للعيبه والناس اغمى عليها وكده، ففي جزء راح في المدرعه وفي جزء كمل في الباص. دخلنا جوه كانت الساعه 12 7 و12 دقيقه بالظبط، يعني قابلنا المستشار مرتضى وقال لنا ايه اخبار، فحازم قال له احنا مش هنقدر يعني تعبانين، واحنا يعني حاله اللعيبه كانت صعبه جدا، فاجل نص ساعه الحكم اجل بقى الثمانية واللعيبه ابتدت يعني احماء عادي. وفوجئت انا بكابتن علاء عبد الغني بيقول لي كلم كابتن محمد صلاح في الملعب، قال لي عشان عمر تعبان. دخلت رحت شفت عمر، حتى هذه اللحظه طبعا ما فيش اي احداث عن اي حاجة عن اي حاجه. وقلت له مالك يا عمر؟ قال لي انا ايدي بتترعش كابتن وصدري وجعني وعينيا تعبانه. إذن أول موقف إن عمر جابر ما رفضش يلعب المباراة عشان علمه إن في ضحايا سقطوا. لا أنا بكلمك أنت بتقول لي الموضوع أنا بحكيه لك. علمه بقى مش علمه، دي حاجة بتاعته أنا ما يعني ما قالش لحد فينا. كل الجماهير بتسأل، كل الأمور، كل الملابسات اللي بتحصل كانت بتنظر إن في مشكلة. هل كان قرار عدم خوض المباراة كان متاح في المداولات اللي تمت ما بين إدارة نادي الزمالك وبين حضرتك؟ لا مفيش، ما يعني الأمور كانت ماشية في طريقة إن في بعض الاشتباكات، واخد بالك، والامور عاديه، جمهور موجود في الملعب في الاحماء، الجمهور بيشجع اللعيبه، جمهور كبير يعني حوالي 9000 او 10000 متفرج، الامور ماشيه بظروفها، حتى الاعلاميين اصحابنا واصدقائنا اللي كانوا بيتواجدوا دايما حوالين منطقه الملعب مع يعني محدش منهم يعني قال لنا حاجه يعني ان في تنبئ ان في مشكله. انا اعلم قيمه الكابتن اسماعيل يوسف وعارف ان حضرتك لو في معلومه هتقول، لا تخشى في الحق لومة لائم. ازعجك سياسه التخوين ونغمه ان اللعيبه خاينه لجماهيرها وكل سلسله الاتهامات اللي اثيرت حوالين لعيبه نادي الزمالك في الفتره الاخيره؟ الحقيقه اللي ازعجني وتعبني اكتر الضحايا، يعني الضحايا يعني الضحايا الضحايا يعني وجود قتله، دي ازعجني اكتر حاجه. احنا بندور على حاجات تافهه وسايبين حق شهداء لابد ان هو يكون موجود ولازم يقول الضحايا. كابتن اسماعيل يعني في حاجات كتير طبعا، مهما قدمنا مش هنعوض اهاليهم عن اللي حصل. كابتن اسماعيل، اللعيبه والجهاز الفني هيعملوا ايه لاسر الضحايا؟ هو في طبعا الجهاز الفني واللعيبه عملوا يعني بيان ان شاء الله باذن الله، جزء ان شاء الله مستحقات اللعيبه والجهاز هيتحط في صندوق ضحايا الدفاع الجوي او شهدائنا، وفي عمرتين لكل اسره، وفي طبعا تخليد صورهم في مدخل النادي هنا، وفي الرقم 22 طبعا هيكون على تيشيرت كل
لعيب وكل جهاز فني هيتحط على الفندق. طبعا مهما عملنا مش هيعوض دفر اي حد فيهم، لكن بنحاول نمسح دموع ابهاتهم. مطلوب ايه من جماهير نادي الزمالك؟ مدير الكره ورئيس جهاز الكره في نادي الزمالك يوجه للجماهير، انت بتخاطب الجماهير دلوقتي تقول لهم ايه يا كابتن اسماعيل؟ توضح لهم كافه الملابسات. بقول لجماهير نادي الزمالك طبعا هي تثق ثقه كبيره في اللعيبه اللي موجوده، وتترحم على اسر الشهداء، واحنا عمرنا ما هننساهم، وتعلم تماما ان احنا لو كنا نعلم من قريب او من بعيد واحد في الالف ان في حد حصل له حاجه، مستحيل ان احنا نحط رجلنا في الملعب. مستر فيريرا وفي اول جلسه مع اللعيبه ماذا ضر؟ حاول ان هو يزيل برضو الاثار النفسيه اللي هتاخد فتره كبيره، يعني انا مش هكذب عليك ان الموضوع يعني احنا تاثرنا بيه جامد جدا جدا، وهياخد فتره مع اللعيبه، يعني بيحاول ان هو يخفف عنهم الالام، يخفف خلال التدريبات من خلال جلوسه معهم فترات كبيره. يعني احنا بيجي قبل التمرين بساعتين اللعيبه عشان يقعدوا نقعد مع بعض وكده، انما الامور هتاخد وقت، هتاخد وقت كبير. اخيرا لمست ايه من انطباع مستر فيريرا عن الكره المصريه؟ اتكلم الجهاز المعاون قال ايه؟ موزع مهام الشغل هيكون ايه يا كابتن اسماعيل؟ مدرب محترف ومعاه جهاز محترف، واعتقد ان الجهاز المصري الموجود هيستفيد استفاده كبيره لانه مدرب كبير، واتمنى له التوفيق مع نادي الزمالك. يعني والله بيصعب عليا مسؤول ولاعيب الزمالك كل ما يطلعوا تشعر ان هم متهمين وعمالين يدافعوا عن نفسهم. هم رايحين يلعبوا ماتش كوره باسم نادي الزمالك، هم مش رايحين يلعبوا مثلا دوره وديه ولا لا مؤاخذه، كانوا في هم بيلعبوا باسم نادي الزمالك، وهم تعرضوا لظروف صعبه جدا خارج البوابه، وظروف صعبه جدا وهم داخلين، وظروف صعبه جدا وهم في غرف الملابس. فلازم الناس تفهم ده، هم ما كانوش رايحين يهرجوا. وبعدين بالله عليكم يعني لو حد مسؤول ولو حد لعيب عارف انه في حد مات هينزل يلعب؟ مستحيل، الامر مستحيل. فلكنه يعني كل ما يتكلموا بقوا في موقف دفاع عن نفسهم يعني بشكل يخض يعني. ف ده حرام، مش بالطريقه دي. واللعيب مش ملك نفسه، اللعيب ملك جماهيره وملك مجلس ادارته وملك جهازه الفني، والجهاز الفني برضه نفس الوضع. فكفايه يا جماعه، حرام الله يخليكم. يعني انا عجبني قوي احمد حسن كاتب كلمه للنجم محمد صلاح، قال له تقدر تقول لفرنتينا مش هلعب النهارده ولا تشيلسي؟ طيب بلاش، والمباراه بدات وهو بادي اساسي، والناس ماتت اول امبارح ولا من ثلاث اربع ايام. بلاش لما راحوا اسرائيل وقامت حمله يا صلاح ما تروحش اسرائيل، وطبعا انا معروف ان انا واحد من الناس اللي بيكرهوا اسرائيل بوضوح، الكلام ده سياسيا بيأذيني لكنه بوضوح، ما بحبهمش، ناس محتلين بلد عربي، ناس بيموتوا الناس، ناس بيقتلوا الناس، ما بحبهمش. انا قلت له روح يا ابني، ده رزقك واكل عيشك وشغلك، روح انت والنني، روحوا والعبوا وانتصروا وفوزوا وصعدوا، ده يبقى ابلغ رد، ده شغلك. راح اسرائيل، في لازم حاجات تتحسب بميزان العقل. يقدر يقول للنادي لا؟ ده حسام غالي كان مكسر الدنيا في توتنهام، رفع الفان لو رماها ما ظهرش تاني، ما ظهرش تاني خلاص. عمرو زكي مكسر الدنيا في ويجن وجاب 10 اهداف، جه اجازه ما رجعش بالسلامه. شيكابالا الناس كانت بتنظر له نظره، جه اجازه اتاخر يومين بعد ماتش سبورتنج لشبونه والاتحاد ما رجعش تاني. اشمعنى في دي بتشتغلوا باحتراف وهنا ما بتشتغلوش باحتراف؟ ما امبارح لما عملنا لكم تقرير رساله لمن يهم الامر ما جبنا لكم قصه. ماتش ليفربول ونوتنجهام فورست اللي مات فيه عدد قد كده، والقصه وانه الاهالي صبروا على القضاء 23 سنه لحد ما القضاء ادان الشرطه، بعد ثلاث اسابيع كانوا بيلعبوا نفس المباراه في ملعب اولد ترافورد، ملعب مانشستر يونايتد. احنا لحد امتى القصه كلها انفعال وضغط، وعين اسماعيل يوسف عمال يدافع، وحازم امام عمال يدافع، واحمد علي عمال يدافع، واحمد عيد عمال يدافع. ما انا برضه اللي انتقدت اللعيبه لما قالوا بيان ولنا خمس طلبات، خمس طلبات ايه؟ كل ده لانه احد زملائهم طلع عمل قصه وعمل حدوته، والناس هم جايين مدشنين، وليت ابني يكون عمر جابر، ويا ريت جوز بنتي يبقى عمر جابر، ويا ريت اختي إيه؟ ما ينفع، ما ينفعش الكلام ده. وعمر جابر ما خدش موقف، تاني للمره الالف ما خدش موقف، ما شفتلوش موقف. ما عمر جابر فضل قاعد مع الفريق حتى النهائي، الموقف انه مش هيلعب عشان صدره مليان غاز،
فالمدرب قال له خلاص اعمل لك ايه، تعبان هتعمل ايه، وما فيش فرق كبير في المستوى بين عمر جابر وحازم امام، وفضل الولد مكمل حتى النهايه. فارجوكوا يعني بلاش كل شويه نحط الناس في قفص الاتهام بالشكل ده، مش معقوله عينهم ما هيلعبوا ولا يتمرنوا ولا يردوا. عايزين تلغوا الكره الغوها خلاص، انتوا احرار. تلغوا الرياضه كلها اقفلوها، ما تقفلوها. تلغوا السياحه ما تقفلوها، ما تقفلوها. ايه المشكله يعني؟ يقول لك اصل الجمهور هيجي تاني. لا ما يجيش تاني، ويطبق عليه القانون. ما فيش اسمها الجمهور هيجي تاني وهيضرب، ما فيش اسمها كده. مش اسمها الجمهور يهددني، ما فيش حاجه اسمها كده. وانتوا ليه بتتكلموا غلط؟ ليه مش عايزين تتكلموا؟ وليه كل واحد عايز ياخد لقطه عند دول ولقطه عند دول؟ مفيش لقطه. لكن تدافع عن حقوق الناس اللي ماتت. وده اللي هقوله بقى بعد ما نسمع الاعترافات بتاعت الولد المشجع، نشوف الاعترافات قال ايه، لانه في كلام كتير، في احاديث كتيره بتتردد وبتتواتر، وفي موضوعات وفي معلومات، وفي مش عارف ناس هنا بيقولوا معلومات، وناس هنا بيقولوا كلمه، وناس هنا بيقولوا موضوع. طب الحقيقه فين؟ لازم نحاول ان احنا مع بعض كده نبين الحقيقه. نسمع بقى الولد ده واسمعوا تعليقي اللي يمكن يزعل ناس كتير. يلا بينا. بعد ما اخذنا ال 2000 جنيه قالوا لنا عشان تنزل تشتري شماريخ وبتاع بيها وايه، وتقدروا ان انتوا تحدفوها على قوات الامن. نزلنا اخذنا منهم ال 2000 جنيه ونزلنا نزلنا العتبه، جبنا الشماريخ ورجعنا تاني على ركبنا المترو. الشماريخ بكام؟ الشماريخ بتبقى 20 جنيه اربعه. ونزلنا ياسر العباس ورسول عثمان هم اللي اتصلوا عليا. دول تبع ايه؟ تبع جماعة الاخوان عشان يدوني فلوس. جماعة الاخوان؟ بعد كده اخدت الفلوس منهم ونزلت العتبة بأربع شماريخ ب 320 جنيه، ورجعت تاني المنيب، ركبت المترو ونزلنا محطة الباص. كان التجمع في محطة الباص. ركبنا من هناك النفر كل واحد عليه 20 جنيه. الأول قابلنا سيد المشاغب ومصطفى طلة وياسر سمين فوق إعلام اللي هم الكبار فوق كانوا واقفين بيركبوا الناس وكده عشان ايه يروح الاستاد. فقال لي كل واحد عليه 20 جنيه في الباص. فانا قلت له انا مش قادر ان انا ادفع 20 جنيه. فقال لي خلاص كل واحد اللي مش عايز يركب معانا ويدفع 20 جنيه يركب. ركبنا المترو انا وعلي بن اختي ركبنا ونزلنا رمسيس، وبعد كده نزلنا ركبنا برمسيس. كم بتاع شغلات اديت كل واحد كام؟ 50 جنيه. مين؟ ماشي. كلام مهم. ليش كده تعقيبات مهمه قوي؟ الشماريخ ب 320 جنيه، الشماريخ غاليه قوي. بس زارك رايح يشتري مشط. كان زمان كده بيبيعوا الفتوسات يقول لك مش عارف مشاط وفلايات وابر فالزار ده قلت لك وشماريخ وموبايلات. فالراجل بيقول لك انا اشتريت الشماريخ بالعتبه، يعني الزار عند الباعة الجائلين ولا عند محلات معرفش فين، يعني شماريخ موجوده علني. الشماريخ دي احنا كنا عملنا تحقيق زمان، يا رب اجيبه لكم او الاقيه، ان الشماريخ دي عشان السفن دي دليل للسفن، فوصلت بقت بالشكل ده. الشماريخ موجوده في العتبه. قال ده مقبول. شماريخ ب 320 جنيه ودي شماريخ مضروبه اللي هي بتخلص بسرعه، في شماريخ بقى كويسه حيه يعني في العتبه وبالمبالغ دي وقابل سيد مشاغب، ادي حاجه. وانا مش معترض يعني، بس ده هل ده مبرر ان الناس تموت؟ يعني ده ماشي رايح يجيب شمروخ ورايح يبوظ مباراه، اخده وحاكمه وياخد 3 سنين، في 5 سنين، 10 سنين، اي حكم. لكن ده معناه ان الناس تموت، ومعناه ان انا هقول اصل العيال دي كانت راحت تبوظ المباراه. كانت راحت تبوظ المباراه معاك. ابص هوصل معاك للاخر، راحت تبوظ المباراه. انا يا سيدي موافقك، وعايزين يتحدوا الدوله ويتحدوا رئيس النادي ويتحدوا ماشي برضو موافق، ما عنديش ازمه، كل ده انا موافق عليه. لكن مش المقابل ان الولاد تموت. للمرة الالف محدش هيزايد على موقفي. انا نفسي اغمض وافتح لا التراس ولا وايت نايتس ولا جرين ماجيك ولا يلو. نفسي اغمض وافتح ما لقاهمش خالص في الملاعب. امنيتي
ان ما اشوفهمش في الملاعب خالص. حبش ان انا اشوفهم. ده عمر جابر وراح الناب. امنيتي ان انا اشوف ما اشوفهمش في الملاعب خالص. ظاهرة كل املي في الحياة انها تنتهي. ولا في ماتش كورة ولا سلة ولا فولي ولا هندبول ولا في اي حاجة. ما احبش اشوفهم. لانه كل البلاوي اللي احنا فيها دي بسببهم. كل الشغب وكل المشاكل وكل المباريات اللي بايظة وكل النشاطات المتوقفة بسبب الالترس. وما اشتق عنهم يعني. ولا عندي شك في ده. لكن ده حاجة او دي حاجة وان الناس تموت حاجة تانية. لا. هل ده مبرر ان الناس تروح تموت في بورسعيد ولا في استاد بورسعيد ولا الناس تموت في مباراة زمالك وانبي؟ لا يا حبيبي. ده امر مرفوض. ده امر غير مقبول على الاطلاق. اقومه، اقدبه، احاكمه، احبسه، احله، ولا عندي ازمة. لكن يموت؟ لا. اسف. اسف جدا. اسف جدا. اسف جدا. لما بنت عندها 14 سنة راح مع ابوها تتفرج على المباراة تموت. اسمها هالة. لما ولد اول مرة يروح مع اخواته من اوسنا، البنت دي من طنطا من عندنا، والولد ده من اوسنا، اول مرة يروح مع اخواته يموت. تقول لي اصل هم كانوا رايحين يشتروا شماريخ. يا اخي هات مشاغب بقى وهات الناس دي وحاكمهم بقى. وانا عارف ان دلوقتي في شغل كويس، بس بعد ايه؟ بعد ما مثلنا 19 20 واحد تاني، وبعد ما صوتنا، وبعد ما حضرتك اديتهم فوق حجمهم بكتير قوي، وبعد حضرتك فضلت مرعوش منهم وعامل لهم مليون حساب بزياده، بقلق وبخوف وبرعب وباحترام لناس لا تحترم الدوله. دي حاجه، والتانيه حاجه. محدش يموت. محدش يموت من اي حد. اخد اي حد اخطا وحكمه. اللي موت ابننا الضابط امبارح مصطفى شميس، لازم اجيب مين اللي موته وحكمه واعدامه. ومحدش يعني بيتكلم على الضابط ده خالص خالص. لا لا، الضباط دول ولاد 60 في 70. ايه الضباط دول؟ هو لازم يموتوا. ايه يعني يعيشوا ليه دول؟ لازم يموتوا، لازم ياخدوا على دماغهم. هو في ايه؟ لا ظباط، لا ظباط، لا. ويطلع لك وياخدوا الكلام بقى بتاع ده، يقول لك شوبير يحرض على قتل الظباط دلوقتي. ما هو بياخد، ما هو بيعمل كده زي الاستاذ بتاع رصد ده لما قال لك على اجسادنا ومش عارف ايه، ويطلع واحد اهبل عبيط يقول لك مش عارف ايه وهكذا يعني. وليه كده يا حبيبي؟ وليه كده يا اخويا؟ وليه كده يا عمي؟ والكلام الفارغ ده. لا، ده ناس بالنهار وبالليل وفعلا بتموت. يقول لك موتها نفسها فعلا بتموت عشان انت تعيش. ده فعلا، ده بجد، ده مش بهزار، ده بجد. نموت ونموت وتحيا مصر. هو بيموت عشان حضرتك تشتغل، بيموت عشان حضرتك تروح الجامعه، بيموت عشان حضرتك تروح المدرسه، بيموت عشان تروح المصنع، بيموت عشان حضرتك تشوف شغلك، بيموت عشان حضرتك تلعب كوره. كل ده، كل ده بيعمله الضابط او العسكري. والاثنين عندي واحد، روح زي المشجع اللي مات. نحزن ونموت من جوانا على اي عسكري او اي ضابط او اي مجند او اي فرد او اي بني ادم يموت. فحتى لو الوقت ناس دول كانوا رايحين يبوظوا المباراة وراحوا اشتروا الشماريخ عشان مش عارف ايه، وحتى لو دي اعترافات النيابة بتاعت المباراة دي لم يتسنى للتأكد من صحتها، لكن لو حتى، يبقى الجزاء انه يموت. ودول ما بيموتوش، ودول كمان ما يموتوش، لا هم ولا غيرهم. واللي بيموت الغلابة، الناس اللي البراءة في عينيهم، الناس اللي رايحين بجد عشان يتفرجوا على مباراة كرة قدم. فأنا أرجو كده بأمر الله عز وجل إن التحقيق في النهاية يوصل لي مين المخطئ. أنا عايز المخطئ، وعايز ثواب وعقاب. ده أمر محسوم بالنسبة لنا. هل ده ممكن يحصل؟ أنا شايف إنه ممكن يحصل، وإن شاء الله هيحصل. ادي عمر جابر كان في نيابة، وكل الناس، وما فيش حد فوق القانون، فيش حد اكبر من القانون خالص على الاطلاق يعني. بس الشماريخ في العتبة يعني. راجل بيقولك معايا شماريخ، معايا شماريخ، ولا بيقول ايه؟ لا، احنا في فوضى. لا، احنا في فوضى. مش شماريخ تتباع في العتبة
بالشكل ده، والشمروخ ده حرق عربيه شرطه بمئات الالوف من الجنيهات، دي فوضى. والشماريخ دي بتتحط مع الملوتوف وبتترمي على نقطه الشرطه وبتترمي على الناس وبتعمل مشاكل، دي فوضى. والشمروخ اللي تولع في وسط الزحمه خلى الناس تخاف، فراحت اترمت القنبله المسيله للدموع عملت فينا كده، دي فوضى. واللي بيبيع الشمروخ ده لما يطبق عليه قانون حاسم ويعرف انه ما يقدرش يعمل كده تاني، دي فوضى. لازم يبقى مرعوب، ولازم تبقى الحملات شرسه شرسه. مش عايز اسمعك كلام فارغ من ده، عيب. دلوقتي في اوروبا بيعملوا ايه؟ بيعملوا بتاعه الدخان دي، يطلع لك بتاعه الدخان وخلاص، لانه عارف ان الله حق. الا المتخلفين. الاتحاد الدولي مانع رسمي، الاتحاد الافريقي مانع رسمي، الاهلي كان هيفقد لقبه بسبب ده. فارجوكوا يا جماعه كفايه يعني. قبل ما اروح لفاصل عايز اقول لكم النتائج الافريقيه في بطوله افريقيا اللي بدات بالفعل. المليك او الملكيه الجنوب السوداني خسر من كانو بلارز النيجيري 2-0. مانجا سبور الجابوني لسه ما لعبش مع بانتو بطل لسوتو. سيوي سبور اللي كان وصل مع الاهلي نهائي البطوله الكونفدراليه متاخر على ملعبه 2-1 او بيلعب في الوقت الضايع، خلص خلاص امام كلوم الغيني 2-1. تقول لي ليه؟ لانه بقى اللعيبه كلها وعاملها سوء. ريال بنجول الجنبي متاخر على ملعبه امام بارك يونج الليبيري 0-1 الدور التمهيدي. مولوديه شباب العلماء بيلعب مع كيدوس جيروكس من اثيوبيا 0-0. كايزر شيفز جنوب افريقي لسه ما بداش مع رولرز بطل بوتسوانا. في كاس الاتحاد الافريقي النمور الكاميروني خسر على ملعبه من رابن سبورت الرواندي 1-0. مولوديه الجزائر تعادل مع الساحل من النيجر في نتيجه مفاجاه بدون اهداف. بيدفيست ويتس من ساوث افريكا كسب 1-0 ريال بارز السوزلاندي. وجمعيه اولمبي الشلف الجزائري تعادل مع كامبوي ايجلز السيراليوني بدون اهداف. في كاس الاتحاد الانجليزي ديربي كاونتي خسر من ريدنج 2-1. بلاك بيرن روفرز عمل نتيجه كبيره جدا امام ستوك سيتي 4-1. ولسه هتقام مباراه كريستال بالاس مع نادي ليفربول. باقي البطولات الحاليه النهارده في الدوري الاسباني، اشبيليه كسب كورتوبا 3-0. وريال مدريد متقدم على ديبورتيفو لاكرونا 1-0 بهدف سجله اسكو في الدقيقه 22 من المباراه، والمباراه في الدقيقه 30 من الشوط الاول. في الدوري الايطالي ما زالت المباراه في الدقيقه 27 ما بين ساسولو وفيرونتينا، والنتيجه التعادل بدون اهداف، ومحمد صلاح بيشارك اساسيا. في الدوري الالماني بايرن ميونخ وفوز قاسي على هامبورج 8 اهداف نظيفه. توماس مولر، ماريو جوتزي، اري روبل، توماس مولر، ليفندوفسكي وفرانك ريبري وماريو جوتزي. باير ليفركوزن ومباراه جميله جدا مع فولفسبورج انتهت في النهايه 5-4 لفولفسبورج على فريق باير ليفركوزن. بروسيا مونشنجلادباخ كسب كولن 1-0، وفنهايم كسب شتوتغارت 2-1، فيردر بريمن كسب اوكسبورج 3-2، ولسه لم تبدا مباراه اينتراخت فرانكفورت مع شالكا الالماني. في الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان بعد ما كان متقدم بهدفين نظيفين عاد وتعادل 2-2. كان سجل لي باريس سان جيرمان زلاتان ابراهيموفيتش في الدقيقه 2 و لافيتزي سجل في الدقيقه 40. المفاجاه بقى اهداف كان في الدقيقه كام؟ الدقيقه 89 سالا، والدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضايع هيرفي بازل بيسجل هدف التعادل في المباراه اللي نزلت كالصاعقه على جماهير باريس سان جيرمان، خصوصا انه مارسيليا كانت عادل بالامس مع رين، وكانت الامال كبيره ان هم يصعدوا الى قمه جدول المسابقه. فاصل عندكم ايه؟ خلينا فاصل وبعدين نسمع فيريرا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك.